صناعة وتجارة المسابح في مصر تشهد رواجها السنوي المعتاد خلال شهر رمضان، إذ يقبل المصلون المسلمون على شرائها لأنها تساعد على حفظ عدد التسبيحات. محمد حافظ صاحب متجر لبيع المسابح في حي خان الخليل بالقاهرة: يعني بدلت حوالي 60% تقريبا كمبيع سبحة، يعني سبحة اللي هي السبحة العادية، اليسر، المستكة، العقيق، كل الناس بتبقى عايزة تمسك سبحة في رمضان وهي نازلة تصلي الفجر وهي بتصلي التراويح بتحب يعني. هذه المهنة بالغة الدقة والتي تشتمل على تقطيع وتهذيب ونظم قطع صغيرة من الخشب في حبات صغيرة تواجه خطر أن تصبح حرفة عفى عليها الزمن، لأن أعداد الشباب الذين يحاولون تعلمها تقل. عمرو كمال حرفي في صناعة المسابح: النهارده عليه، لا النهارده قليل قوي اللي بيقعد عليها، قليل قوي، ممكن تلاقي واحد اتنين ولو ما كمان تعين من تحت ايديا حد ثاني، لا خلاص كلسان طيب ولا خلاص. مين هيتعلم النهارده؟ مين هيتعلم النهارده؟ العيل بيلاقي التوك توك بياخد، بيقول لك عامل لي 65 جنيه اهو قوام واديني مكسب. وتتضمن الحرفة المعقدة استخدام أدوات أو آلات قديمة لتقطيع قطع صغيرة من الخشب وتنعيمها وتحويلها إلى تصاميم زخرفية دائرية ومستطيلة مختلفة قبل نظمها في خيوط، كل 33 حبة في خيط أو كل 99 حبة في خيط. وأدرجت الآلات مؤخرا في عملية الإنتاج للمساعدة في عمل التصاميم التفصيلية الأصغر حجما، لكن بالرغم من ذلك لا تنجذب الأجيال الأصغر سنا إلى هذا العمل. نهى زكريا، رويترز.